النادي الاهلي بيشتغل بمراحل. المرحله اللي فاتت مرحله استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي بحصوله على بطوله الدوري قبلها ب7 اسابيع، كاس مصر، وكمان التسعه الغاليه على النادي الاهلي، واخيرا التتويج ببرونزيه كاس العالم للانديه والحصول على المركز الثالث. دي مرحله عدت، ويمكن كنت مع حضراتكم امبارح بقول لكم خلاص الملف اتقفل تماما، كل الجهاز الفني، مجلس الاداره، اللعيبه قفلوا على نفسهم علشان بدايه مرحله جديده. بداية مرحلة جديدة من دوري إن شاء الله الأهلي ماشي فيه بشكل أكتر من رائع، كمان مشوار جديد والحصول شعار خلاص حطوا جماهير النادي الأهلي العشرة يا أهلي، وبداية المشوار مع فريق المريخ إن شاء الله بكرة نتابع المباراة ويكون نادينا إن شاء الله يكون ضربة البداية مهمة جدا ويكون بداية موفقة. وفي اعتقادي الشخصي زي ما قال كمان موسيماني بعد انتهاء يمكن احتفاليات وجوائز البرونزية قال ان احنا كنادي اهلي ان شاء الله هنكون متواجدين السنة الجاية في كاس العالم للأندية من خلال الحصول على العشرة. بداية المشوار بكرة ان شاء الله، بداية مش سهلة، البطولة مش سهلة، مشوارها طويل جدا هيبدأ بكرة بإذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، نقول تاني مبروك على المرحلة اللي فاتت اتقفلت بكل حلوها وكان موسم استثنائي للنادي الأهلي وإضافة بطولات جديدة لتاريخه. من بكرة إن شاء الله بداية مرحلة جديدة بإذن الله العشرة يا أهلي، ويتوج النادي الأهلي بالعشرة، وكمان عندنا بطولة الدوري، ما ننساش عندنا كمان بطولتين، بطولة الكاس السوبر الأفريقي والسوبر المصري، عشان يبقى موسم استثنائي بحصول النادي الأهلي على خماسية.